حضرنا اليوم القداس الكبير في قلب مدينة الموصل مع إخوتنا المسيحيين وبتكليف من خلية الأزمة. نقول لأهلنا مدينة مدينتكم وأنتم شركاء أساسيين معنا في بناء هذه المدينة وعودتها إلى الحياة الطبيعية. يجب أن نحافظ على الموروث الثقافي والحضاري لهذه المدينة ولا يكتمل إلا بوجودكم. رسالتي إلى كل العالم، مدينة الموصل مدينة السلام، وإخوتنا المسيحيين هم شركاء أساسيين لبناء الحياة في هذه المدينة. وأخيرا نقول لا نستطيع العيش بدونكم. اليوم حضوركم وعودتكم إلى المدينة شيء أساسي ومهم لنا كإسلام ويزيدية وكل الأطياف والألوان الموجودة في هذه المحافظة.